نرى أن المسلمين كلهم قاعدين يموتون يتوفون بواسطة الإرهاب. هي لم يملي لا يقصدون طائفة أو يقصدون، إنما يقصدون الأمة العربية كلها والإسلامية. احنا اليوم احنا المتأثرين على ان احنا ليس بمأمن في اي مكان كنا، لا بمساجدنا ولا في بيوتنا. اليوم احنا نطالب دول مجلس التعاون كلها، اذا احنا نتكلم عن دول مجلس التعاون او الدول الاسلامية كلها، ان تحارب الارهاب جماعية.